السلام عليكم. اليوم جبت لكم 10 اختصارات بتوفر عليك وقت كتير بالبلاي ستيشن 5 وبتريح راسك بالمعنى الحرفي. كمان شغلة بتريح راسك انك تشتري ويندوز وما تفعل ويندوز بالطريقة الغير نظامية، لانه ممكن ينزل فيه فيروس، ومنه انت بتدعم القناة وبتدعمني اذا حابب تشتري ويندوز وتروح بهذا الطريق. فبالوقت الحالي في عندك تخفيضات قوية على موقع VIP SCDK، وخصوصي التخفيضات على ويندوز 10 برو. باستخدام الكود تبعي اللي هو GR30 راح تخفض السعر من 20 دولار ل 14. التخفيضات 30% هي مؤقتة ورح ترجع ل 20% بيوم 1 ايلول، والتخفيضات حاليا اسمها تخفيضات العودة للمدارس. فإذا داخلك من طرق التفعيل ويندوز الغير النظامية مثل ما صار فيني من فترة، فهلا بعتقد الوقت المناسب لتفعل ويندوز بشكل نظامي، خصوصي انك رح تحصل على ترقية ويندوز 11 لاحقا مجانا. بعد الشراء بيسرق الكود عن طريق الايميل، روح بعدها على الاعدادات، فوت على الابديت اند سكيورتي، اعمل اكتيفيجن او تفعيل، وانساخ والساق الكود هنيك واعمل تفعيل للويندوز وودع رسالة اكتيفيجن للابد معي. تخفيض 30% كمان فيك تطبعه على مايكروسوفت اوفيس وتخفض السعر من 57 ل 40 دولار، وبوصف الفيديو بتلاقوا الروابط لكل شيء حكيت لكم عنه. معلم خلينا نبلش باول ميزه، انت بدك تفوت على البلاي ستيشن تبعك وما بدك بعض الاصدقاء المزعجين يشوفوك اونلاين. هلا انا عم بحكي هذا الحكي ما عندي اصدقاء مزعجين مشان ما يفكروا اني عم بحكي عليهم اعوذ بالله، بس يا اخي في ناس اول ما بتشوفك فتت اونلاين معلم طج 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 تبعت لك 100 دعوة، انت بتكون حابب تصفن لحالك او تلعب لحالك، فبدك تريح راسك من البداية. بتروح اول شيء معلم، اول ما بتفوت بتكبس زر الاوبشنز وبتحط ابير اوفلاين، وبتفوت هيك انت لجوات اللعبة بشكل هادئ وما حدا بيشوفك انك اونلاين ومن البداية. يعني في حال انت قررت بعدين انك بدك ترجع تحط حالك اونلاين، بتروح على نفس الاسم وبتغير الاونلاين ستاتس وبتحطه اونلاين. طيب لنفرض في عندك صديق عرفانك انك اونلاين مع انك انت اوفلاين، اخي في منهم بيعرفوا شلون ما بتعرف، وبلش يبعث لك دعوة 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 وانت بدك تتخلص من هذا الموضوع. لنفرض انت عم بتسجل مثلا، او يا اخي مالك حابب تلعب معه ولا خلاص هاي حطينا على اوفلاين وما خلصنا، في طريقة انك تتخلص من هاي الاشعارات اللي بتجيك او الرسائل بطريقة جدا سريعة ومريحة. اول شيء انك تضغط زر البلاي ستيشن كبسة واحدة وتنزل لتحت على النوتيفيكشنز، بالنوتيفيكشنز تكبس عليها وبتلاقي في خيار فوق اسمه دو نوت ديسترب، رح يروح لك كل البوب ابس هدول اللي بيطلعوا لك الرسائل فوق بكبسة زر واحدة، وبالوقت اللي بدك انت ترجع هاي البوب ابس تطلع لك وتشوف الرسائل والاشعارات بتروح مرة تانية وبترجع بتلغيها. لنفرض رفيقك السائل هذا نفسه يا اخي بيحب يحرق عليك اللعبة، عم تلعبوا لعبة بوقت واحد كل ما سبقك بده يبعث لك صورة ويبعث لك مقطع فيديو بده يحرق لك اللعبة كلياتها. بلاي ستيشن هون وفرت لك ميزة انك تمنع هذا الحرق بالرسائل. اول شيء بتروح على السيتنجز، بعدين بتنزل سيف داتا اند جيم، بعدين عندك سبويلر وورنينجز، هون بتفعل الخيار اللي رح يعطيك تحذير اذا اجتك رسالة على البلاي ستيشن من صديق كصورة او فيديو. بالنسبة للخيار الاول رح يعطيك تحذير على المناطق اللي حددها مطور اللعبة بانها حرق، بينما الخيار الثاني رح يحذرك من كل شيء ما انت شفته. لنفرض انت عملت تقدم 30%، فاذا جاك تحت 30% ما بيعطيك تحذير، بس اذا جاك فوق ال 40% رح يعطيك تحذير. لنفرض بعد فترة انت ورفيقك هذا المزعج تصالحتوا وقررتوا تفوتوا بارتي مع بعض وتلعبوا سوا، بس لقيتوا انه في صوت مزعج من الناس الاخرين عم بيحكوا باللوبي مثلا. في العاب بيكون فيها مفعل بشكل اوتوماتيكي مثل ديستركشن اول ستارز، بس هي ما حدا عم بيلعبها، فورتنايت مثلا، كول اوف ديوتي، اخي في عالم عم بتحكي باللوبي، انت بدك تطفي الصوت تبعهم وما بدك تروح عليهم واحد واحد تعمل لهم طفي. في خيار عملته بلاي ستيشن يريحك من هذا كلياته، وجدا بسيط وسهل وسريع، يا ربي دخيلك لا تنشوف. كبسه واحده على زر البلاي ستيشن معلم، بتروح بعدين على الساوند، وفي شيء عندك اسمه ديسيبل جيم تشات اوديو، ووقت تفعل انت هذا الخيار لا عاد حدا يسمعك من الموجودين باللعبه ولا عاد انت تسمع حدا، بتلعب لحالك وبتعمل توحد، يا ربي دخيلك. هلا عندك بالاكس بوكس في خدمه بتشوف حالها فيها اسمها الكويك ريزيوم، كويك ريزيوم اللي هي بتنقلك بين لعبه والثانيه، اذا كنت فاتح مثلا 5 العاب سوا بتنقلك منهم بشكل سريع. في شغله مشابهه قريبه لها بالبلاي ستيشن ولكنها ليست بنفس الجوده، ولكن رح اقول لكم عليها. تكبس ضغطه واحده كمان كالعاده، بتروح على شيء اسمه سويتشر، هذا السويتشر رح يفتح لك اخر الالعاب اللي انت لعبت. هلا هذا ما له اختصار لانك انت فوق فيك انت صراحه تفوت وتشوف الالعاب وتنقي، بس اذا كبست لنفرض كبست اوبشنز وكبست على جو تو جيم هاب، رح يطلع لك تحت الاكتيفيتيز او الكاردز، في حال كانت اللعبه مثلا لنقول كراش او استرو، فيك انت تختار المرحله اللي بدك اياها
وتضغط زر واحد وفورا تروح على هذيك المرحله بدون ما تفتح اللعبه وتروح على الجيم منيو، فراح تختصر لك وقت كتير كمان من وقت التحميل. الاختصار السادس يا حجي هو للمطفرين اللي عم بيستنوا سعر لعبه حتى ينزل، وانا واحد بيناتهم، في لعبتين حاططهم ببالي هلا رح ساويها معكم. شلون بتعرف انه سعر هاي اللعبه نزل ويجيك فيه نوتيفيكشن، يجيك فيه انذار معلم نزل سعر هاي اللعبه؟ بتفوت يا حجي على بلاي ستيشن ستور، اللعبه اللي بدي اياها انا ديمون سولز، يعني ما عم بسخى ادفع سعرها صراحه، الويش ليست بعمري ما استخدمتها، ولكن طلع في طريقه انه يصير لاستخدامها فائده، يعني انت بتحطها بالويش ليست على راسي، انا حاططها طلعت ايوه. لحظه، هلا انا حطيناها نحن على الويش ليست، كيف بدنا بس ينزل سعر اللعبه يجيني انذار او رساله بانه نزل سعر اللعبه؟ روح الاعدادات وانزل على شيء اسمه نوتيفيكشنز، بالنوتيفيكشنز بترجع بتنزل لتحت لعند شيء اسمه ويش ليست ابديت، هون انت اعمل له شو بوبس اب وفعل ديورينج جيمز ديورينج فيديو ديورينج برودكاست حتى تطلع لك هاي الرساله. فهون انت وقت يصير اي تنزيل او ينزل سعر اللعبه ضغري رح تجيك رساله وتعرف فورا معلم وتشتري، وما تشتري اخر شيء لان بضل سعرها غالي. في شغله كتير هي محبطه، واحيانا شو بساوي معلم، بطفي الايد وبرجع بشعلها لاعرف قديش شحن البطاريه، ولكن في طريقه صراحه ما عرفتها لحتى عم بحبش شو بدي ساوي هذا الفيديو، انك بتكبس الزر كبسه واحده وبتنزل على الايد لتحت وصاروا بعد التحديث الجديد يحطوا لك قديش فيها البطاريه، ففيك تكبس الزر معلم وتشوف انه مثلا صفيان فيها شحطين او ثلاث شحطات، فهيك بتعرف بدون ما تطفي السوني وترجع تشعلها او تطفي الكنترولر. يعني هذا الاختصار كمان راح يفيدك لانه حجم الاس اس دي جدا صغير 600 جيجا تقريبا، واذا بدك تكبره بالطريقه الجديده اللي عملتها بهذا الفيديو وشرحت كل تفاصيلها فلا توسع قبل ما تشوف هذا الفيديو ضروري عن جد. وعندك انت هارد خارجي واصله وعم تحط عليه العاب البلاي ستيشن 4، لان عن الهارد الخارجي بس بتقدر تلعب العاب بلاي ستيشن 4، ما بتقدر تلعب العاب بلاي ستيشن 5، ففي عندك خيار رح يوفر عليك وقت كتير، فوقت تنزل لعبة بلاي ستيشن 4 رح يخليها دغري تنزل على الهارد الخارجي في حال انت كنت شابكه بشكل دائم يعني. فبتروح على الاعدادات على السيتنجز، وبتروح بعدين على الستوريج، وبتروح على اليو اس بي اكستندد ستوريج، ايوه انا ما عندي اياه فراح اجيكم اياه من الفيديو ملطوش، وبتفعل هذا الخيار اللي بيقول لك انه دائما تنزل على الهارد الخارجي، لان انا صراحه ما عندي هارد خارجي سرعته تكفي للبلاي ستيشن 5. راح تقولي ليش حطيت السماعات؟ لنفرض انت قاعد عم تلعب باللعبه ومدموج تمام، وحدا حكاك او حكى معك وما سمعته، فانت شلون بدك تسمعه؟ يعني انك بدون ما تقيم السماعات وتقيم اللعبه وتوقف، عندك هذا الزر زر الميوت اللي انت بتوقف فيه المايك، هذا اذا كبسته كبسه طويله هذا صراحه لقيته احلى اختصار بالنسبه لي، بتطفي فيه كل اصوات اللعبه، بتطفي صوت اللعبه وبتطفي صوت المايك، فبالتالي رح تقدر تسمع اللي حواليك بشكل كتير مريح. سمعت شو بده قلت له اوكي، بترجع بتكبسه كبسه طويله وبيرجع بيشتغل صوت اللعبه وصوت المايك. كمان في اختصار جدا جدا مريح، لنفرض انت مثلا بالستور او بالقائمة الرئيسية وعم بتدور على شغلة وما عم بتلاقيها فقررت تبحث عنها او تفوت على الاعدادات بسرعة، بالعادة بدك تروح لفوق وتكبس على اليمين رد لفوق وتكبس على اليمين هيك لتوصل للسيرش، يعني بدك تضغط شي 6 او 10 ضغطات على الاقل. فالطريقة المريحة لتريحك من هذا كله رح ارجيكم اياها هي فقط ضغطة زر المثلث، تكبس مثلث بتصير بالسيرش ضغري، توفر على حالك كل هدول الكبسات، او اذا بدك تفوت على الاعدادات مثلا، عوض ما تكبس لفوق يمين 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 اعدادات، لا، بصير تكبس مثلث يمين اعدادات، خلصنا، فوفرت على حالك كمان وقت. الما قبل الاخيرة معلم هي لبعض الناس، لنفرض انت يا اخي بدك تشتري لعبة وما بدك اخوك الكبير يفسد عليك او اخوك الصغير يفسد عليك، يعني عرفت شلون؟ يعني ما بدك عارف انك اشتريت هي اللعبة او حتى هي اللعبة موجودة. ففي طريقة انك تخفي فيها اللعبة ما تظهر، فبتروح انت مثلا على اللعبة اللي ما بدك يا يعرف انه موجودة وبتعمل لها هايد تمام؟ فوقت تزبط العلاقة بينك وبين اخوك معلم بتروح هيك وبتفعل هاي الهيدن ايتمز وبتطلع، هون انت بترجع بتعمل لها انهايد وبترجع اللعبة بتبين عندك بالمكتبة. بينما تركت افضل وحدة للاخير واللي هي يا معلم انك بدك تشوف انت كم ساعة بتلعب باللعبة، هذا الشيء ما كان موجود بالبلاي ستيشن 4. فبالفايف بتروح انت على اسمك وبتنزل على بروفايل، بعدين بتروح عندك على الجيمز وبتنزل لتحت، هون انت رح تشوف بكل لعبة كم ساعة قضيت. فمعلم مثلا الراكت ليج 381، انجاستس 17، فيفا 21 ساعة،
فورتنايت 163 يا ربي دخيله. حتى مو بس هيك فيك تشوف رفقاتك اللي عندك قديش لعبوا، ففادي من مون عليه تعال نشوف قديش عم بيلعب مالي. يا ربي دخيلك لاعب 3077 ساعة مورتال كومبا. كان معكم وسيم، ولا تنسوني من الاشتراك اذا كنتوا جداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.